الهدف الأساسي من صفحة كل جمعة كتاب هو شعبنة المطالعة، vulgarization of reading. في مفهوم خاطئ أنه المطالعة هي شيء نخبوي أو شيء للمثقفين، شيء منه صحيح. أي شخص فيه يقرأ، مجرد ما بنعرف نقرأ ونكتب فينا نمارس المطالعة. الهدف من الصفحة ومن الفيديوهات اللي أنا عم سجلهم مش بالضرورة يقروا الكتاب اللي أنا حكيت عنه، ولكن هي نشر ثقافة المطالعة. يعني أنا بحلم أنه بس اثنين يلتقوا مع بعض، يسألوا مع بعض كيفك، يسألوا شو عم تقرأ هالأيام، يكون هيدا سؤال طبيعي. لأنه بكون عم حس أنا في ناس بيستغربوا أنه بقرأ، بغض النظر إذا كل جمعة كتاب أو كل شهر كتاب. موضوع المطالعة بعصر السوشيال ميديا مثل ما تفضلت بالمقدمة أنه صار شيء غريب شوي، فأنا عم جرب خليه يكون ترند، عم جرب خليه يكون شيء طبيعي، أنه بنقرأ، بنحمل كتاب وبنقرأ شو ما كان الكتاب، المهم أنه نقرأ.